السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز الجديد. قبل ما نبدأ الحلقة كنتمنى من الجميع أنه يتفاعل في الفيديو، لأنني كنشوف نقص في المشاهدات بزاف، وكنشوف المشاهدين الكرام ما كيتفاعلوا شي في الفيديوهات اللي كنقدموا، والتفاعل ديالكم هو اللي كيحفزنا أكثر باش أننا نطوروا من القناة ونقدم لكم دائما الجديد. وبلا ما نطول عليكم كنتمنى ما تبخلوش علينا. إلى التفاصيل. وفاة الممثل السوري طيم حسن يتصدر الترند، شاهد التفاصيل. الساحة الفنية الوطنية تفقد اسما آخر، وفاة عمر الدخوش عضو فرقة تاجد. المغنية المغربية دنيا بطمة ومحمد الترك يبكيان في فيديو متداول على السوشيال ميديا بسبب الصدقة. مغاربة يتهمون الإخوة زعيتر باستغلال الفقراء من أجل تلميع صورتهم. بعد صمت طويل، اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش يرد بطريقة ساخرة على عدم إشراكه في كأس إفريقيا للأمم. الفنانة الشعبية أميمة بازية تذرف الدموع، وهذا هو السبب. تدهور الحالة الصحية للفنانة المغربية سعاد صابر، وهذه هي الحقيقة. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عبر تطبيق تيك توك لسيارة قيل إنها خاصة بالممثل السوري طيم حسن، وقد تعرضت لحادث سير مروع مما أدى إلى وفاتها. هذا الخبر عار تماما من الصحة ولا حقيقة لها، فالممثل السوري لم يتعرض لأي حادث سير ولا زال حي يرزق ويعمل على العديد من المشاريع الجديدة. واستنكر المتابعون انتشار أخبار كهذه، مشيرين إلى أنها تؤثر سلبا على نفسية الممثل السوري وعائلته وأولاده، خصوصا وأنه كان بعيدا عنهم بسبب التصوير أي لا سبب آخر. رحل اليوم الخميس عمر دخوش أحد أعمدة مجموعة تجدى الشعبية بعد مرض ألم بها، وفق ما ذكره مقربون من عائلة الراحل. واعتبر الراحل عمر الدخوش إلى جانب زميله محمد اللوز من مؤسسي المجموعة الشعبية التي شهرت بأغاني وإيقاعات شعبية والتي انطلقت بداية الثمانينات من القرن الماضي. ولم يكتفي الراحل بالكتابة والتلحين والغناء والعزف، بل مارس التمثيل على خشبة المسرح من خلال المشاركة في أعمال كحجر وطب والدربالة. تم تداول فيديو يوثق احتفال الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها محمد الترك يوم الخميس 30 من دجنبر 2021 الماضية بعيد زواجهما الثامن بأحد مطاعم مدينة مراكش بحضور بعض أصدقائهما. وتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو تدار فيه دنيا بطمة وهي تحضن زوجها ويذرفان الدموع خلال احتفالها بهذه المناسبة. وقدم محمد الترك لزوجته بهذه المناسبة خاتمين من الألماز، وتقاسمت دنيا بطمة مع متابعيها على الانستغرام صورة الهدايا التي قدمها لها زوجها، ووجهت له الشكر قائلة: أحبك شكرا يا عمري. أثار الإخوان زعيتر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب آخر ظهور لهما عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر أبو زعيتر مجموعة صور رفقة بعض المحتاجين بمدينة الدار البيضاء عبر حسابه على الانستغرام، الشيء الذي عرضه لموجة من الانتقادات اللاذعة. واتهم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبو زعيتر بالتفاخر واستغلال فقر وحاجة هؤلاء لتلميع صورته أمام المغاربة. هذا وكان الإخوان زعيتر قد تعرض لهجوم إلكتروني إثر نشرهم لمجموعة من الصور أثناء إشرافهم على تقديم المساعدة لأحد الدواوير بسيدي بن نورة.
عقب الأداء الباهر والمميز الذي قدمه مساء يوم الأربعاء خلال مقابلة الكأس التي خرج منها فريق تشيلسي متفوقا بواقع هدفين دون رد على حساب خصمه توتنهام، كان للدولي المغربي حكيم زياش حديث خاص مع قناة بين سبور القطرية والناطقة بالإنجليزية، كشف من خلاله عن الأسباب التي جعلت فريقه يسيطر على مجريات المباراة لا سيما في الشوط الأول، وحيث أكد أن تشيلسي كان بإمكانه إنهاء المباراة بنتيجة أكبر من 2 لو استغل كل الفرص السانحة بشكل جيد. وعن الجدل الكبير الذي عقب استبعاده عن المنتخب الوطني المغربي قال حكيم زياش: أنا أقوم بعملي هنا وأحاول أن أقدم الأفضل قدر المستطاع قبل أن يتابع قائلنا. الأمور الأخرى التي تحدث خارج نطاق كرة القدم لا أهمية لها حاليا بالنسبة لي ولا أكثرت لها بتاتا. تبقى الإشارة فقط إلى أن حكيم زياش الذي دخل أساسيا خلال هذه المقابلة قدم أداء كبيرا كان له الفضل في فوز فريقه بعد أن نفذ ركلة حرة جانبية أسكنها لاعب توتنهام بن ديجر في شباكه، وهو ما جعل قناة سكاي سبورت تختاره رجلا لهذه المقابلة. كشفت أميمة بعزية التي ظهرت في مقطع فيديو وهي تذرف الدموع بعد تدهور الحالة الصحية لوالدتها ودخولها للمستشفى رغم أن وضع والدتها في تحسن، ووجهت بعزية رسالة لكل المغاربة وكل من وقف بجانبها خلال محنتها مؤكدة أنها كادت تفقد والدتها بسبب وعكة صحية ألمت بها. وتداولت الصفحات الخاصة بنشر أخبار المشاهير على تطبيق الإنستغرام مقاطع الفيديو التي تظهر من خلالها أميمة بعزية وهي تبكي. انضمت الممثلة سعاد صابر إلى قائمة الفنانين المغاربة الذين يعانون في الصمت حيث تمر من أزمة صحية ألزمتها الفراش وأبعدتها عن الساحة الفنية خلال الآونة الأخيرة. وأفادت مصادر مقربة من سعاد صابر فإن الحالة الصحية لهذه الأخيرة لا تدعو للقلق حيث تعاني من أزمة برد حادة ألزمتها الفراش لعدة أيام. وعكس ما تروج له بعض الصفحات الفيسبوكية فإن الحالة الصحية لأم المغاربة كما يلقبها الجمهور لا تدعو للقلق، كما أنها تخضع للعلاج من منزلها ووسط أسرتها. وسبق للفنانة سعاد صابر أن طالتها الإشاعات في أزيد من مناسبة في الوقت الذي كانت ظروفها الصحية جيدة، الأمر الذي أقلقها وأسرتها، إذ اعتبرت في تصريح سابق لها أن تداول الأخبار الكاذبة عنها فرصة للبعض لحصد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي. يشار إلى أن الفنانة المغربية سعاد صابر كسبت مكانة مميزة في الوسط الفني بأدوارها الناجحة، إذ تلقب بأم المغاربة، وذلك نظرا لإتقانها دور الأم بإحساس مرهف وحنان يلمسه المشاهد، علما أنها غابت عن الساحة الفنية منذ مدة طويلة. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.